بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعطيكم 4 نقاط مهمة، إذا سويتها غسالتك أبد من تعطل. الشغلة الأولى، الغسالة تكون بعيد عن الرطوبة. الغسالة بعيدة عن الرطوبة، يعني لا تخلي الغسالة مالتك بالحمام، هاي خطأ كبير، لأن هذا رح يؤدي إلى عطل الغسالة. الشغلة الثانية أخواني، الإدامة خصوصا الفلاتر لازم تتنظف، خصوصا الفلاتر مع الحوض. الشغلة الثالثة، يجب أن يكون المي داخل الغسالة قوي، إذا كان المي ضعيف فيؤدي لعطل الغسالة، فما دام المي مالتك قوي فغسالتك أبد ما تعطل. هاي ملاحظة جدا مهمة. الشغلة الرابعة والأخيرة، لا تخلي ملابس كثيرة في الغسالة، يعني لا تخلي بطانيات وشغلات ثقيلة بالغسالة أو ملابس كثيرة، لأن هذا يؤدي إلى عطل الغسالة. فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.